رحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، وأرحب مرة أخرى بضيفي الكريمين في هذه الحلقة، السيد المهندس عبد الستار الشنواني والدكتور أحمد عبد الجليل. برحب بحضراتكم. يعني خليني نتكلم بقى دكتور أحمد قبل ما ننتقل لموضوع آخر. حضرتك اتكلمت في البداية عن مكافحة الكلاب الضارة، كيف تتم هذه المكافحة؟ في الأساس كان زمان بيستعملوا ضرب النار وخطوش وحاجات من دي، انما من 2010 ممنوع الكلام ده، مفيش كلام من ده خالص. بيتم دلوقتي المكافحه عن طريق السم، بيتحط في ماده غذائيه ولتكن الكفته، وبتتحط للكلاب الضاله اللي في خطر منها على الانسان، وبتموت وبتشال الجثه. امال الضجه اللي احنا شفناها وقتل الكلاب واعدام والبتاع واستخدام الخرطوش؟ أيوة. وطبعا ده كان منشور وكل الناس شفناها. انا شفتها انا كمان شفتها. طيب ما عندناش اي فكره عنها ولا تبعنا خالص. ازاي يعني؟ مش تبعنا. مش تبع اسكندريه يعني؟ لا، مش تبع الطب البيطري. ما عندناش لا عندنا الخرطوش ولا عندنا البنادق. احنا مسلمين البنادق للشرطه من 2011، واخد بالك؟ فمش تبعنا الكلام ده خالص. والكلام ده بس على فكره انا اقول لحضرتك حاجه، في بعض مدير مديريات الطب البيطري قالوا ان احنا بنستخدم الخرطوش حاليا المحافظات. حاليا يمكن هم بيستخدموه، انما اسكندريه بقول لحضرتك من 2010 احنا مسلمين البنادق اللي كانت بتستعمل وما عندناش خرطوش. يعني تعليمات الاسكندريه بصفه خاصه يعني سلمنا البنادق اصلا، ما عندناش بنادق اصلا ولا عندنا خرطوش. احنا بنستخدم سم اسمه استريكنين، معروف حضرتك، بنحطه في كفته للكلاب اللي هي بنخشى منها على البني ادمين، وبتكون مثلا سواء جربانه او عندها سعار، وبنموتها. طب بتتابعوها ازاي؟ كيف يتم التطبيق يعني؟ بتنزل لجنه وبتبقى الفجر، ما بتنزلش كمان في وسط النهار. يعني حضرتك بتوزع الطعوم السامه اللي هي مثلا الكفته او غيره؟ بتنزل الطعوم تتوزع لكلب كلب. يعني ايه الكلب؟ يعني مثلا انا قدامي كلبين برميهم حتتين وافضل لحد ما ياكلوا ويموتوا. انت تفضل مراقبهم؟ طبعا. ولا انا بحط الطعوم في اماكن معينه واسيب السم وامشي حضرتك؟ لا، وبعدين اتابعها بعد كده؟ لا، ما اسيبش السم وامشي. يمكن طفل ياخده ياكل ولا حد. لا لا لا. لا، بيفضل واقف الدكتور بنفسه، اللجنه كلها بتبقى واقفه لحد ما الكلب ياكل ويموت، وبعد كده بتبقى منسقين مع الاحياء ان هم يشيلوا الجثث بعد ما تموت. والكلام ده عندنا بيتم فجرا. بيحصل موت بعد قد ايه من تناول الكلب للسلفات الاستريكنين؟ يعني في خلال من ربع نص ساعه ممكن يموت، حسب قوه الكلب بقى. وفعلا بتنتظروا ومراقبين الموضوع لغايه طبعا لما فعلا طبعا الكلب يموت؟ طبعا طبعا. ومفيش جرعه سم بتتساب في الشارع وتمشي ويمشي الدكتور. لو الكلب ما كلهاش بياخدها تاني. لو الكلب ما كلهاش الدكتور بياخدها تاني في اي مكان، ما سيبهاش. طبعا ممكن اي لا لا لا، ده خطر على البني ادم او اي حيوان اخر، اي حد مستهدف. وحملاتنا كلها اللي بتتم. طب ايه اكتر المناطق في اسكندريه اللي فيها مشكله كلاب ضال؟ والله حاليا كل المناطق، مش شرط كل المناطق، كل اسكندريه، وخصوصا الاماكن المتطرفه. يعني حته العمريه بيجي منها كتير، ال 21 بيجي منها كتير. الاماكن المتطرفه طبعا الكلاب الضال في الاماكن المتطرفه بتبقى كتير. طيب استسمح حضرتك، معانا محمد من اسكندريه. الو. الو. ايوه اتفضل. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور حامد، انا المهندس محمد جابر اسكندريه. اهلا وسهلا محمد بيه، اتفضل. ازي سعادتك يا باشا؟ طبعا مش عايز اطول على سيادتك عارف المشكله بتاعتي. دلوقتي حضرتك كان الدكتور مصطفى قال ان انا ممكن اخش المزرعه من الطريق البديل اللي هو جنبيه الترعه. تمام. وجنبيه الترعه طبعا الكراكه لما بتيجي تطهر الترعه بتنمي الربع على الطريق. فدلوقتي الطريق مع الشتاء اللي حصل مغلق تماما. والطريق الرئيسي للمزرعه مغلق. فانا دلوقتي يعني اول الجمعه اللي فاتت حبيت اخش العربيه كانت هتقلب. وكلمت الدكتور مصطفى اكثر من مره ان يجي يفتح لي الطريق. مش عايز اكثر من كده، والمزرعه بتضطر للمشكله دي عنده هو. يا ريت يعني يدينا. اقول للباشمهندس عبد الستار معاك على الهواء. باشمهندس محمد، يمكن حضرتك تم ازاله المخالفه اللي كانت عند حضرتك هناك. يعني الجماعه اللي كانوا بيضايقوك هم ذات نفسهم شالوا طلعنا لا لأنا. لا مفيش حاجه تم. لا تمت، يبقى رجعوا تاني. لان لا انت حضرتك لا. انت حتى اتصلت بالدكتور مصطفى كان الاستاذ خالد. لا مفيش حاجه تمت يا باشا. لا 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 لا، ده هم جم
ايه اللي حصل بالظبط؟ تمت خالص. لا طب انت عارف ايه اللي تم؟ ايه اللي تم يا باشمهندس؟ وقلت ان في لودر موجود الحفار هناك. مفيش حاجه تمت. طيب ما هو لا بكره ابعت حد يا استاذ محمد. لا يا باشا لا مفيش، انا مش صغير عشان اكذب. لا انا بقول لحضرتك، انت حضرتك اتصلت بدكتور مصطفى وبعت لجنه يمين. هل حضرتك اتصلت بسيد وكيل الوزاره وقلت له ان في ناس جم وحفار موجود وكان موجود حاجه؟ لا قال في حفار موجود. انا بعتنا لجنه اكثر من مره. مفيش حاجه تمت خالص. الحمله اللي جت الحمله اللي جت دخلت هدت مبنى بيني وبين حوالي 300 متر. يعني مبنى اخر حضرتك مالكش علاقه بيه. طريق مقفول. لا 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 لغايه دلوقتي يعني انت الطريق مقفول عندك يا استاذ محمد؟ يا ريت الموزع ب 16 متر يبعت الطريق مقفول عند حضرتك. هيجيلك الموزع ب 16 بيننا وبينه. باشمهندس محمد جابر يعني الطريق مقفول دلوقتي يا باشمهندس محمد. الو؟ مقفول يا باشا. لا انت ان شاء الله بكره هنتصرف في الموضوع ده. طيب ايوه مقفول من ناحيتين الطريق. خلاص لو حضرتك هو اتفتح يبقى اتقفل تاني بعديها. ارجوك يا دكتور حامد والله. حاضر حاضر انا هتابع معاك يا باشمهندس محمد. يعني الباشمهندس عبد الستار تعهد انه بكره يشوف المشكله لان هو الموضوع وحضرتك معاك تليفوني وبتتصل بيا. قول لي فعلا في ناس راحت بكره وشافت المشكله واتحلت او هتحل ولا لا؟ انا اسف والله بس احنا على الهواء. انا بوكل عليك عارف انا. لا يا فندم احنا تحت امر اي مواطن. ماشي يا احنا مهمتنا هنا عشان نحل مشاكل الناس. لا والله جزاك الله خيرا يا دكتور حامد. ربنا يخليك. لا لا هنوكل عليك والله. لا لا ده واجبي ده واجبي. ماشي يا فندم شكرا. بنشكرك بنشكرك باشمهندس محمد. يعني ارجو الموضوع ده بقى له مده كبيره. طب سعادتك عارف ان الدكتور مصطفى راح كان موجود عند حضرتك انت وراح هو المهندس باهر وصوره وشافه وقوه كان موجود وموضوع التعديات يعني كان فيه جزء يعني كبير يعني مبالغ فيه. يا فندم معلش احنا بنشوف على الواقع دلوقتي ونشوف المشكله اللي هو عارفها. هو الطريق الطريق انا عارف طريق راجل مستثمر مش لاقي طريق عشان يدخل مزرعه بتاعته. هنشوف الكلام ده بكره. نشوف الطريق نمهد له الطريق. لكن انا عايز اقول لحضرتك ان هو اتكسر من اسبوعين. ابسط حاجه نمهد له الطريق هي دي فيها مشكله. لا ان شاء الله. لا انا ما انا بقول لحضرتك عشان الراجل يقدر يدخل مزرعته ويقدر يدخل ويقول الطريق اتقفل تاني يشوف شغله يشوف استثماراته. وبعدين كان في ناس مخالفه وقفت على الطريق ما تتحاسب. اكيد يا فندم بنتعامل مع حاضر. ما انا بقول لحضرتك واتزالت يعني انا عشان هو بيقول ما اتزالتش. هو بيقول ما حدش جه. حضرتك بتقول في ناس جت وهو بيقول ما حدش جه. فاحنا معلش الفيصل في هذا الموضوع حضرتك تبعت حد او حضرتك لو تكرمت بنفسك ان شاء الله بكره معلش هيكون خلاص. والافضل ان حضرتك تروح بنفسك لا تعتمد على اللجنه. تشوف بقى مشكله زي دي هو قال ايه وبتاع واللجنه وهل في فعلا اللجنه راحت يعني معلش بنثقل عليك لكن انا بعت انا بقول لحضرتك انا واثق من الكلام اللي بقوله ساعتها. هو كان اتصل بالدكتور مصطفى وقال في الات موجوده عند الناس جايبينها وكده. بعت في نفس اليوم كنت في مرور مع الدكتور مصطفى والباشمهندس خالد ايام السيول. بعتت اللجنه راحت لقيت الطريق اتزال اتمد الطريق بتاعه. فمعنى كده ان الناس هم اللي زالوها على نفقتهم هم علشان يخلصوا المشاكل اللي بينهم. طيب وبينه. هل صعب ان انا لا بكره اروح بعد اذن لا دكتور حامد. لا طبعا لا لا اروح طبيب. على فكره بيبقى شيء جميل. لا لا والرد اما المسؤول بنفسه يروح للمواطن. احنا وهو هو يشرفنا في الاداره برضه يعني باشمهندس محمد جابر. احنا هو تبع الاداره يشرفنا في الاداره يشرب معانا فنجان قهوه يعني يجي لي بكره حضرتك او في اي وقت يجي واطلع معاه انا. تمام وناخد اللجنه كامله يبقى الباشمهندس محمد جابر موجود توصل ونطلع وعلشان يبقى الحاجه تبقى موجوده. تمام تمام بكره احنا شغالين الجمعه والسبت ويعني انا عارف يا فندم الزراعه شغال 24 ساعه يشرفنا في اي وقت مفيش مشكله يبقى ايه يجي معانا عشان يبقى دي الجمله ودي الجمله. تمام 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 تمام. طيب بالنسبه بقى لل يعني المحصول الشتوي المهم القمح ايه الاخبار؟ بالظبط كده اتفضل. الحمد لله رب العالمين. في بالنسبه للحصادات الشتويه طبعا يهمنا محصول القمح حضرتك. احنا كان المستهدف عندنا 79,000 فدان اللي تم زراعته دلوقتي حوالي تقريبا 76,000 فدان يعني قربته من قربنا المستهدف. 95% 96% الاصناف اللي موجوده كلها اصناف عاليه الانتاج وان شاء الله نتفائل ان يكون الموسم كويس باذن الله. اللي انا عايز اشيد بيه بس ان السنه اللي فاتت احنا وردنا اسكندريه وردت للمطاحن 102,000 طن. السنه اللي قبليها كنا موردين 62,000 طن. يعني احنا زودنا زياده تقريبا حوالي 65% من سنه 2015 على سنه 2014. ده مؤشر كويس واحنا السنه دي ان شاء الله نفس المعدل تقريبا ان شاء الله. لكن حتة اكتر هي حته التوريد دي هتبقى المزارع يعني موضوع الدعم اللي هيتصرف. طيب بعد اذن حضرتك معانا قدريه من اسكندريه. الو
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بسلم عليهم كلهم. بسلم على الباشمهندس. علي صوتك بعد اذنك شويه. بسلم على الباشمهندس عبد الستار. اهو معاكي على الهواء. الله يخليك. انا مع حضرتك. وانا رحت له وقلت له ان انا جبت للناس كل واحد سنه سجن، والمحكمه امرت الزراعه ان تنزل تديني ارضي دايما على الخريطه. تسلمني ارضي لان الجيران كلها قطعه 95 داخله علينا، داخله على 93 و94 وبتقول ليها ارض وردموني مصرف وجربوا لي الارض. والناحيه الثانيه عبد القادر عبد المؤمن راجل من مصرف وباني عليه من زمان، وانا جبت له ازاله والازاله في العمريه ثاني في حي عمريه ثاني وفي القش، ومحدش بينزل يشم الازاله خالص. وانا عندي الارض النهارده نزلت بالعافيه عشان اقدر شويه الغله والزرار، ما اقدرش خالص يكمل بقيه الارض. فمش عارفه اعمل. طيب الباشمهندس عبد الستار عنده فكره عن موضوعك؟ طبعا. عنده. لا ما انا حافظ موضوعها. تمام. طب احنا عرفنا معاك ولا ما عرفناش يا ادريه؟ لا آه طبعا حضرتك مشكور ويعني قايم بالواجب والله. احنا طيب المشكله فين دلوقتي يا ادريه بعد اذنك؟ المشكله اللي هو المبنى اللي على المسرح ما اتبنتش. وانا كان عندي فعلا بس جاله قرار ازاله؟ جاله قرار. انا عامله. ما هو الموضوع ده على فكره يخص الري. والله اقول لحضرتك احنا خريجين 81 بتوع كفر الشيخ وكفر الدوار وابو حمص، هم عندنا قريه بغداد، واحنا دلوقتي زي احتلال بريطاني كده مش عارفين نقعدوا. الناس بنوا قدام فيلتنا وجاروا ورايا، وجبت لهم بوليس النجده وجبت لهم الشرطه وما عملهمش حاجه. انا اللي حبسوني. انا قالوا ان انا ضربت ابنهم في الفول ونزلوا سرقوا فدانين فول من عندي حسوهم وخدوهم، والمحكمه ما عملتلهمش اعطتهم ادانه. فانا مش عارفه اعمل ايه. انا ما فيش عندي امن، اديني امن من مديريه امن اسكندريه. الزراعه تنزل المشكوره نزلت عملت لي معاينه وجابت لهم حبس فعلا، لان الناس على الطبيعه وشافوا فعلا القلبه اللي في ارضي. طيب يا طب بقول لك يا ادريه بعد اذنك. طبعا الموضوع ده يخص الامن بالدرجه الاولى، يعني الباشمهندس عبد الستار الزراعه لا حضرتك شؤون قانونيه مديريه الزراعه الاستاذه ماجده هناك قريبه عبد القادر عبد المؤمن شلبي، وكل ورق يعني بيروح عندها بتعطله ما بتمشيهوش. لا الكلام ده رفضه مدام ادريه. لا بص انت عارف ان احنا في مديريه الزراعه لازم حضرتك بعد اذن حضرتك في اي مشكله في الزراعه يعني هتجيلي مكتبي يا باشمهندس. هتجيلي مكتبي اذا كان صراحه مش فاكر. طيب خلاص يعني الزراعه قايمه بدورها. بالنسبه لموضوع الامن بعد اذنك الباشمهندس عبد الستار هيوصل المشكله بتاعتك دي للدكتور مصطفى، يتصل بمدير الامن عشان يحل المشكله. يعني الزراعه تتوسط عند الامن عشان تحل المشكله. ايوه قرار الازاله طالع له تمام 26 رقم 26 من 2012 شهر 2 9 12 2012 9 2. او يتصل بالسيد وكيل وزاره الرياضه. هي تجيلي حضرتك. هي تجيلي. هي تجيلي مشكلتها. طيب يا مدام ادريه. نعم. حضرتك وصلي للباشمهندس عبد الستار واشرحي له الموضوع وان شاء الله هيكون فيه. بس مش هشربها حاجه عشان غلط في الاستاذه ماجده. الاستاذه ماجده مش والله العظيم اللي بتعطلي ورق انا موديها لك بس خلاص. يعني لا انا احب اوضح حاجه بدل يا دكتور حامد. مدام ماجده لو في اي ورق متعطل بلغينا. لو في اي موظف متقاعس عن العمل بلغي. احنا ما عندناش وقت. طب والموظف اللي مش عاوز يشتغل مش عاوزينه دلوقتي في المرحله دي. وبعدين لما تبقى يا باشمهندس يا دكتور حامد لما يبقى ناس مستلمين اراضي من 81 وتيجي الناس بقى لهم سنتين وثلاث سنين يطلعونا من ارضنا ويقولوا لنا بيعوا فيلا وبيعوا الارض بتاعتكم وامشوا ويحاربونا ويحاربونا الورثه كلها تعبانه معايا. خلاص البلد قامت ما عادتش سايبه زي الاول. الكلام ده مرفوض يا رب. الكلام ده مرفوض في المرحله دي خلال برنامجك. ولازم يعني القوانين يتم تطبيقها بكل حزم وبكل قوه يا رب يا رب. ان شاء الله ان شاء الله يا مدام ادريه. بشكر حضرتك جدا على البرنامج الجميل بتاع حضرتك. واحنا بنشكرك. واحنا بنشكرك. الدكتور مجدي هو سبب المعاينه اللي طلعت لي وجابت لي حقي بعد 25 سنه. تمام تمام. في الارض. وان شاء الله هتتحل بالكامل باذن الله. بنشكرك. بشكرك. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه بس بعد اذنك. معانا عليوه. الو. ايوه. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بيك يا دكتور حامد وضيوفك الكرام يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. انا بس بطلب المهندس عبد الستار والله يا ريت تدخلنا في مشكلتين عندي. المشكله طبعا. الاولى ان عندنا حوالي 10 حالات القوات المسلحه اصدرت لهم شيكات
كانت طلعت الاسامي دي من الجمعيه الزراعيه عن طريق اسم الشهره، لان طبعا حضرتك عارف ان كانت قريه الجزائر كانت غرقانه. اسم الشهره وسجلاتها كانت غرقانه. فطلعت شيكات باسامي الشهره. للاسف الشيك ما رضيش، البنك ما رضيش يصرف لهم باسامي الشهره. طبعا طبعا الاسم الشهره ده مش موجود في البطاقه. احنا ادينا احنا ادينا برضه للناس دي اساميها وتصحيح من الجمعيه، الا ان البنك رفض الاعتراف بيه، وحتى القوات المسلحه رفض الاعتراف بيه. تمام. حتى اخيرا طلعنا خطابات من مديريه الزراعه رفضوا برضه الاعتراف بيه. فيا ريت والله نشوف حل المشكله دي. عندنا حوالي 10 حالات بالوضع ده. هتسمع رد من الباشمهندس عبد الستار. في مشكله ثاني؟ المشكله الثانيه ودي جوهريه شويه لسه جديده يعني. اتفضل. الوزاره وهيئه التعمير سعرت الاراضي المرخصه، الناس اللي معاها ترخيصات، انه عشان تحول الارض من زراعه المباني حتى المرخص كحظيره ب 200 جنيه والمتر سكن ب 250 جنيه. الاسعار دي كبيره، وانا راجل مرخص ومعايا ترخيص. النهارده عشان انا حولت الارض من زراعه ومعايا ترخيص ادفع 200 جنيه على المتر. عشان حولت الارض من زراعه المباني في ارض زراعيه. طب ما دي قوانين ولوائح لازم نلتزم بيها يا اخ علاء. لسه القرارات دي جديده. طب وماله؟ ما نلتزم بالقرارات، ايه المشكله يعني؟ ما طلعتش قرارات. ماشي، احنا 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 يعني مش بالدرجه، مش 200 جنيه كتير برضه، 200 جنيه او 250 جنيه في حظيره وفي ارض مرخصه. يعني مش مخالف. طيب هنسمع برضه تعليق المهندس عبد الستار، في مشكله تاني؟ ماشي. لا. طيب بنشكرك، بنشكرك جدا. معانا محمد من اسكندريه. الو. ايوه. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا دكتور حامد. اهلا وسهلا بحضرتك. معاك محمد من اسكندريه. اهلا وسهلا، اتفضل. دكتور حامد، بالنسبه للمتضررين بتوع السيول. في وطي التلفزيون بعد اذنك واسمعني من التليفون. وطي التلفزيون شويه واسمعني من التليفون. المتضررين بتوع السيول عندنا في البنجر السكر قرية 19. سكرتير الجمعيه هو اللي كتب الاسماء. ايوه. وجاب اسماء وهميه، حط اصحابه واهله والكلام ده كله، عمل طمع. ده نيابه عامه على طول، دي ما فيهاش كلام. اصحابه واهله. مراقبه بنجر السكر. مراقبه بنجر السكر. حط اصحابه واهله والناس اللي شغال عنده باليوميه، سكرتير الجمعيه ورئيس الجمعيه الزراعيه في قريه 19. اتوجهت بشكوى لمدير المنطقة وجاب لنا لجنة، بس ما فيش حد بيدور طبعا عشان الناس كلها طبعا بتخدم بعضها. طبعا دي تخص الاستصلاح. نعم. تخص الاستصلاح. فسيب بياناتك، سيب بياناتك بعد اذنك في الكنترول، واحنا هنتواصل معاك ونكلم المسؤولين وان شاء الله المشكلة دي تتحل. واي مدير جمعيه مخالف وعمل اللي حضرتك بتقوله ده على طول، ده نيابه عامه، دي ما فيهاش كلام يعني. بنشكرك يا اخ محمد. طيب اتفضل بقى حضرتك على عليوة. بالنسبه للاخ عليوة، احنا الشيكات اللي هي محرره، الشيكات اللي اتحررت دي اسم الشغل ما لهاش حل واحد غير حل واحد ان شاء الله. هيجي لي الاداره. هو اصلا ده تبع تعاونيات مريوط. تعاونيات مريوط في قريه الجزائر غالبا، الاستاذ عليوة في قريه الجزائر. وطبعا كانت في البدايه السيول كانت في منطقه الجزائر كانت واضحه جدا، فتم الصرف باستعجال. يعني تم الصرف الشيكات دي باستعجال. هو هيجي لي ان شاء الله بيها وبالاسامي الناس الحقيقيه، وهنكتب مذكره وهنبعتها للدكتور مصطفى ان شاء الله، يعني هيوصلها للدكتوره سعاد الخولي، وهي متعاونه جدا وان شاء الله هنلاقي لها حل. يعني انا متفائل بالدكتور مصطفى بخشوان وبالدكتوره سعاد الخولي ان موضوع السيول ده واقفين كويس جدا جنب الناس. ما هو ده لازم يكون له حل. ده كله واقف. يعني واحد اتكتب الشيك باسم الشغل بتاعه. لا لا لا، هيتغير ده، ما فيش مشكله ان شاء الله. ما هو دي ما فيهاش مشكله يعني، ده هتتحل. بس هو ليها مسلك، ما يروحش البنك، اصل البنك مش هيديله طالما الشيك مكتوب باسم علي مثلا. البنك عمره ما هيديله، عمره ما هيديله، فما هيقف مع البنك. لكن نشوف الاجراء القانوني اللي موجود ايه وبنستمر بيه. طب اسعار الاراضي اللي هي مرخصه. بالنسبه انا ما فيش تعليمات جايه على حته تقدير الارض. تأجير الأرض الزراعية مفيش تعليمات خالص كده. أنا ما أعرفش الأستاذ عليوة، يمكن دي حاجات عندهم في الاستصلاح. إحنا كجمعيات ائتمان، كائتمان مفيش حاجة لنا بحاجة زي دي. طيب. إحنا بنحاول نشجع الثروة الحيوانية وبنحاول نزود في مزارع الإنتاج الحيواني. طبعا. زي ما الأستاذ باشمهندس أحمد البنا قال، اللي إحنا لازم نعتمد على نفسنا. تمام. طيب بمناسبة بقى الثروة الحيوانية، دكتور أحمد كلمني بقى عن الثروة الحيوانية في اسكندرية، إيه الأخبار؟ والله اكلم حضرتك فيما يخص الاداره العامه للصحه العامه وام جازر، لان هي دي. طب بالنسبه للامراض انفلونزا الطيور مش لكم علاقه بالموضوع ده؟ انفلونزا الطيور بتخص الاداره العامه للوقايه، فمش يعني انا ما عنديش بيانات عنها، انها مش تبعي.
انما بالنسبه لل طب الرقابه على المجازر، الرقابه على المحلات، الرقابه على المصنعات تبعكم؟ تمام تبعي طبعا. طيب طبعا اتفضل. بالنسبه دي نقطه مهمه جدا. المجازر اي عجل بيخش المجزر بيكشف عليه كشف ظاهري وهو حي، وبعدين بيتكشف عليه بعد الذبح وذبيحه، والصالح بيتختم بالاختام الخاصه بينا، والغير صالح بيتعدم. يعني اي حاجه مختومه ختم المجازر العموميه الاخوه الافاضل ياكلوهم مطمنين. بالنسبه للبره عندنا جهاز تفتيش، بنقوم بحملات بالاشتراك مع مباحث التموين، بالاشتراك مع الرقابه التجاريه، بالاشتراك مع وزاره السياحه. اي جهه بتطلب مننا ان احنا نشترك معاها في اي حملات بنشترك معاهم. الحملات دي بتخص بالاسواق، بالمطاعم، بالمحلات، بالمصانع، بالثلاجات، بكل مكان موجود فيه اي دواجن لحوم اسماك مصنعاتها تحت رقابتنا. طب ايه اخر الضبطيات اللي تم ضبطها في اسكندريه؟ والله اخر ضبطيه كانت كبيره شويه، كنا مسكنا 7 طن بالاشتراك مع بحث سموين. السبع طن دول كانوا دواجن، مصنعات دواجن، كانوا متعبين انصاص كيلو ومنتهين الصلاحيه ومتخزنين في ثلاجه عشان اعاده تدويرهم او فرمهم وعملهم وعملهم مثلا لانش والفراخ، يعني عيد تصنيعهم يعني. وتم ضبطهم وتم اعدامهم. هل بيتم ضبط هذه يعني المخالفات بالمرور الدوري اللي بيتم، ولا بناء على تليفون، على ايا كان؟ ايا كان واحد بيبلغ. احنا عندنا خطه وبنتلقى شكاوي، احنا ماشيين حسب الخطه. بتيجي شكوى بناخدها معانا في السكه، يعني ايا كان سواء بلاغ او لا. الضبطيه الاخيره دي اللي حضرتك بتتكلم عليها دي كانت بالاشتراك مع مباحث التموين، وكانت في خلال المرور مش شكوى، من خلال المرور. طب بالنسبه للمطاعم، محلات الجزاره، بيتم عليهم مرور دوري، مرور دوري المحلات والمطاعم والفنادق. بيتم عليهم الفنادق بنشترك مع وزاره السياحه، بنمر عليهم مرور دوري. اكثر المخالفات بتلاقوها فين؟ في المحلات، في المطاعم، في يعني في كل مكان في نوعيه مخالفات. يعني الجزار بيبقى مثلا المخالفه اللي عنده ذبيح خارج المجازر، بتبقى اللحمه صالحه انما مذبوحه بره المجزر، عشان مخالفه للشروط التموينيه. ممكن تكون انثى مذبوحه، ممكن يكون عجل تحت السن، واخد بال حضرتك؟ ممنوع دخوله المجزر، فبيذبحوا بره عشان يستفيد من فرق السعر. انما المطاعم بقى ممكن نلاقي حاجه منتهيه، لحوم مجمده منتهيه الصلاحيه، او في سوق تخزين برضه ممكن سوق تخزين بيلاقي حاجات فذه، وشيء من هذا القبيل في المطاعم والمحلات، وخصوصا المحلات المجمد ممكن نلاقي حاجات منتهيه، مصانع ممكن نلاقي حاجات منتهيه اللي هي بتعمل مصنعات دي. اللي بتعمل مصنعات. طيب يا باشمهندس ابو ستار، نستكمل حديث عن القمح، عدد الحقول. طبعا حضرتك قلت لي المساحه المستهدفه 79,000 واللي تم زراعته 76,000، يعني قربته من المستهدف. من المستهدف. طيب عدد الحقول الارشاديه؟ الحقول الارشاديه 64 حقل. في تقريبا 64 في العمريه، و20 حوالي 84 حقل ارشادي. 84 حقل متوزعين على اداره العمريه الزراعيه واداره برج العرب الزراعي. على اساس حضرتك شايف ان العدد ده كافي؟ بالنسبه لاسكندريه ليها العدد مش كافي على الاربع ادارات، بس احنا عندنا يعني اسكندريه فيها ميزه ان اداره العمليه الزراعيه واداره برج العرب هم دول اللي فيهم زراعه، اداره المعموره واداره خرشد بيعتمدوا على البساتين هناك، فما فيش مساحات ارض مكشوفه كبيره علشان يتزرع فيها حقول ارشاديه، فالتركيز كله موجود في اداره العمليه الزراعيه وبرج العرب، لان اداره العمليه الزراعيه الزمان بتاعها حوالي 120,000 فدان من ترعه النصر لغايه الصحراوي. فبرج العرب مساحه مفتوحه وزمان كبير. العدد ده بالنسبه للوقت اللي احنا موجودين فيه الحمد لله يعتبر كويس. يعني الوضع ده كويس، والحمد لله للمزارع. الهدف من الحقول الارشاديه ان المزارع بيزرع على مصاطب وبينمي المحصول بتاعه والاصناف الجديده. كل الحقول الارشاديه زرع على مصاطب؟ كله زرع على مصاطب، الحمد لله عندنا جهاز ارشادي الناس اللي موجودين زمايلنا، مش عايزين الحملات القوميه طبعا، والحملات القوميه للقمح زارعين على مصاطب وبسم الله ما شاء الله يعني، وعدد كبير واصناف جديده، اصناف جديده لسه ما اتزرعتش وتزرع لاول مره، زي الشندويل بيجربوه في اسكندريه مثلا، ده ما كانش موجود قبل كده. في اصناف جميزه 11 وصوت 12، في اصناف كتيره جايه اول مره بتتجرب في اسكندريه، وان شاء الله يكون المردود بتاعها كويس. لكن احنا لو في زياده طبعا احنا يهمنا، بس هي المشكله ان الحقول دي جايه من مراكز البحوث الزراعيه. يعني ما جاتش من الوزاره، الحقول الارشاديه دي
حقول تبع المراكز البحوث الزراعيه. احنا كان يهمنا ما تبع الحمله القوميه للامن، الحمله القوميه للامن كان يهمنا برضك حضرتك ان العدد يزيد شويه، لان انا بلاقي جنب النبريه عندهم زي ما حضرتك بتقول، انا عندي اربعه في اسكندريه كلها حوالي مثلا ما كملوش 100 حقل ارشادي، هم عندهم بحوالي 400 حقل ارشادي. بس عشان العمليه مساحه كبيره، مساحه كبيره طبعا. ما اصل حضرتك بتقول اقول لك مش كافي، انا عايز ببلاش. انا بقول لحضرتك كافي بالنسبه للمساحه، ولا انت شايف انه كافي بالنسبه للمساحه ولا مش عدد؟ ما هو العدد بيختلف هو من مكان لاخر حسب المساحه المنزرعه. طبعا لازم الحقول الارشاديه عددها يتناسب مع المساحه المنزرعه. بالنسبه للمساحه المزروعه في اداره العمريه وبرج العرب كافي له في الوضع الحالي، لكن لو في هل من مزيد احنا هيهمنا. طبعا احنا نهتم بالمزارعين. احنا نتمنى ان تكون زراعه الارض كلها حقول ارشاديه، يعني ما فيش شك، لان طبعا الحقول الارشاديه بتجيب اعلى انتاجيه. انا عايز وطبعا كل المزارعين بيتنافسوا انه يبقى عنده حقل ارشادي، لانه بيبقى تحت الاشراف المباشر للحمله القوميه للقمح. دي حاجه معروفه. بس احنا نتمنى بقى بالمره ان كل المزارعين يشوفوا ايه اللي بيتم في الحقل الارشادي وينفذوه. على فكره ما هو ده الهدف يا جماعه من الحقول الارشاديه. انا بعمل لك نموذج مشاهده عشان حضرتك تشوفه على الطبيعه وتقتنع بيه، بصرف النظر عن الندوات والمحاضرات اللي احنا وزملائنا الباحثين بيقولوها. لا، بنقول لك اهو حقل اهو على الطبيعه تم تنفيذ التوصيات الفنيه فيه من بدايه اعداد الارض للزراعه حتى الحصاد، وجاب اعلى انتاجيه وتوفير. فالمفروض كل حاجه، فالمفروض ان المزارع يقتنع بقى ويطبق هذه التوصيات. شاف اهو على الطبيعه، يبقى كل الحقول اللي موجوده في القريه اللي قريبه من الحقل الارشادي يعني تلتزم بهذا الاسلوب. ده لو تم على فكره هيعمل طفرة كبيرة جدا في انتاجية القمح في مصر. احنا طبعا الحمد لله دلوقتي انتاج القمح كويس ومرضي، لكن في حقول بنلاقيها جايبة 18 ارداب، حقل تاني جايب 15، حقل تاني جايب 25 و28، وفي بعض الحقول جابت 30. ليه ما تبقاش كل الحقول جايبة 25 ارداب؟ ده لو تم هيعمل طفرة كبيرة جدا في انتاجية هذا المحصول، وهنقلل شويه الفجوه الاستيراديه بالنسبه من هذا المحصول الاستراتيجي المهم. وعلى فكره ده ممكن تحقيقه بتطبيق التوصيات الفنيه بالظبط كده والالتزام بها. يعني الموضوع مش صعب، يعني مش صعب على الاطلاق. طيب يعني خليني دكتور احمد، ايه الموضوعات الثانيه اللي انتم منوطين بيها يعني كاداره ليها علاقه بالصحه العامه والمجازر بالاسكندريه؟ ما انا قلت لحضرتك هو كله ما يتعلق بصحه الانسان. يعني انا شغلي بشتغل على الحيوان علشان الانسان. سواء في اللحوم بشتغل على فكره الإنسان. هو ده دور الطبيب البيطري بصفه عامه يعني، وده اللي كنت عايز برضو يعني انوه له، ان الطبيب البيطري مظلوم في البلد دي. دوره لا يقل عن الطبيب البشري. لا، ده اهم تماماً. من دور الطبيب البشري. مش عايز اقلل وانا قلت هذا الكلام في حلقة، مش عايز اقلل من اهميه اللي قدامي، ولكن دور الطبيب البيطري دور محوري محوري محوري. الطبيب البيطري في مصر مظلوم، مظلوم من كل ناحيه، وخصوصا الطبيب البيطري اللي هو بيشتغل في الجهاز الاداري. طيب يعني استسمح حضراتكم اعزائي المشاهدين فاصل قصير واعود اللقاء معكم مره اخرى بعد هذا الفاصل. ارحب بحضراتكم اعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، وارحب مجددا بضيفي في هذه الحلقه المهندس عبد الستار الشنواني والدكتور احمد عبد الجليل. برحب بحضراتكم مره اخرى. خلينا نستكمل ملف القمح يا باشمهندس عبد الستار، ونتكلم على موقف الاسمده بمحافظه اسكندريه. طبعا الناس زرعت، هل كان السماد متوفر؟ كل مزارع خد المقرر السمادي بتاعه ولا؟ اتفضل. الحمد لله رب العالمين. يمكن السنه دي والسنه اللي فاتت 2015 و2014 مفيش مشاكل كانت موجوده في الاسمده. ودلوقتي العمليه بقت العكس، ان الاسمده متوفره وموجوده ومش لاقي اللي يشيلها. في جميع المحافظات، بالرغم اللي احنا حضرتك دلوقتي بنطلع 100% خضر لمحاصيل الخضر، وبنطلع القمح حصته كامله. فمفيش مشاكل بالنسبه للاسمده، بالرغم ان ما حدش بيتكلم. ما حدش، لا يعني احنا مفيش مشكله مشاكل اسمده عندنا اهو، وانا قلت الكلام ده من يومين ثلاثه تقريبا. لكن ما فيش حد بيتكلم. ما هو بيتكلموا بيقول ما بيقول ويشيد بوزاره الزراعه ان ما فيش مشكله اسمده. الحمد لله. لكن كان قبل كده ما يبقى في اي مشكله كل البرامج كل القنوات تتكلم
والحق والفلاح وفي ازمه في الاسمده والمصانع والشركات اهو ما فيش مشكله. يبقى لازم نشكر الاجهزه المعنيه. ها؟ نشكر الاجهزه المعنيه، ما عندناش مشكله في الاسمده هذا العام الحمد لله، ونتمنى يبقى كده على طول. يعني لو قلت لحضرتك ارقام بسيطه بس هنلاقي اللي موجود عندنا المتبقي عندنا 5182 طن موجودين في المخازن. معظم اللي وصل اجمالي اللي وصل المشحون لمديريه الاسكندريه استصلاح واصلاح وائتمان الاجمالي اللي وصل 5636 الف طن. 5636 طن. طبعا من اليوريا والنترات اللي تم توزيعهم من اليوريا والنترات بردك الكميات اللي توزعت 453 طن. فانا عندي كميه كبيره من الاسمده موجوده. يعني حتى موجوده في المخازن بتاعه الجمعيات في الاستصلاح مفيش مشكله الحمد لله. يمكن السنه اللي فاتت بس احنا عايزين المزارعين يروحوا بقى ياخدوا المقررات. هو لا من الحمد لله العمليه ماشيه، بس هي بردك هتلاقي ان في مشكله ثانيه بردك بالنسبه للاسمده. الناس اللي زرعت دي في التعويضات، طيب الوضع بتاعهم ايه؟ هل اللي هم اصلا الناس اللي بتوع التعويضات ده كان زرع بطاطس فدلوقتي اضطر يشيل ويزرع قمح الكلام اللي حضرتك بتقول عليه. فهنا المزارع ده خد حصه السماد بتاعه البطاطس. فهل يا ترى هياخد ولا مش هياخد الكلام ده؟ للقمح؟ للقمح هياخد يا فندم. وده ما احنا ده اللي حصل دي كارثه طبيعيه. يعني ايه هو ذنبه؟ كارثه طبيعيه. ودي كانت تعليمات الدكتور مصطفى برضه يا فندم. ياخد ايه المشكله؟ القمح ياخد من مقرر السمادي. امال يعني امال يعني يقول لي هيسيب الارض فاضيه؟ ما هنا بقى لازم يعني يقول لي بس حاجه بالعقل كده يسيب يزرع. لا ما هو زرع حضرتك يا فندم. هو زرع. ده بقول لك ميزه لنا الحمد لله. طيب ان متوفر عندنا اسمده. لكن في اوقات ثانيه ما كناش هنقدر نطلع. يعني المزارع برضه في الحاله دي ياخد المقرر السمادي بتاعه حتى لو كان صارف للبطاطس. ما انا بقول لحضرتك لو ما كانش موجود سماد مع الكارثه اللي احنا موجودين فيها حصلت ديت كان هيبقى في مشكله بالنسبه لنا، لكن ربنا سترها معانا الحمد لله وعندنا رصيد متبقي اكتر من اللي اتصرف. فما فيش مشاكل في الاربع ادارات وفي الاستصلاح وفي الائتمان خالص بالنسبه للاسمده. طيب حاله القمح ايه دلوقتي؟ يعني النباتات اخبارها ايه؟ ما هو النهارده لسه يا ريس لسه حضرتك ده دلوقتي في يعني النهارده احنا في شهر في نص 12 اخر 12 يعني هتلاقي دلوقتي بقى لك 35 يوم 30 يوم بيتم الرش بالحشاش العريضة الاوراق بيرشوا الحشاش العريضه وبعديها باسبوع يرشوا الحشاش الرفيعه. لكن الحمله القوميه بتعمل اجتماع كل قد ايه؟ دي بتعمل كل اسبوع تقريبا في المديريه. والحقول الارشاديه متابعه كل اسبوع. يعني الحقول الارشاديه متابعه كل اسبوع. الحقول الارشاديه متابعه على طول بصفه مستمره. والحمله القوميه بيبقى في اجتماع مع الباشمهندس مع مدير الارشاد الزراعي. كل شهر ليها اجتماع. أيوة. لكن كل اسبوع في تواصل. واخد بال حضرتك؟ التواصل على طول. التواصل على طول. لكن الشهر كل شهر في اجتماع بيبقى بتاع الحمله القوميه. لكن في تواصل على طول موجود بالمشاكل اللي بتطلع. وبعض المحافظات على فكره بتعمل اجتماع كل 15 يوم. بالظبط. لا احنا في اسكندريه يعني المنوفيه على سبيل المثال بتعمل اجتماع كل 15 يوم. لكن هو الحمد لله بالنسبه للقمح ربنا يعني يسهل والمحصول هيكون كويس. والزيادات ممكن تحصل في مساحات القمح برضك نتيجه للسيول اللي حصلت في محاصيل زي البنجر اتاثرت والبطاطس فدي اتشال واتحط التلاعب قمح. فاحنا ممكن برضك نلاقي زياده القمح اللي موجود ممكن يكون زياده المساحه اللي موجوده. بالنسبه للحقول الاستاذ مساحتك اتكلمت في الاول في نقطه الاصناف اللي جابتها اللي جايباها مراكز البحوث كلها بتفرع من تحت. فكميه التقاوي اللي بياخدها الفدان بدل ما ياخد 60 كيلو جرام بياخد 45 كيلو جرام. يبقى لما بيزرع على مصر بيوفر خمس ربع كميه التقاوي اللي موجوده. لا ما يزرع على مصر ليها حاجات كتير يعني جدا. بيوفر تقاوي بيوفر ميه بيوفر خدمه. ها ما بيبقاش عنده مشكله في مكافحه الافات والامراض يعني واول طلب للحقول الارشاديه. واهم حاجه بيتم الزراعه على مساطر. ده الاساس بالنسبه للحقول الارشاديه اهم حاجه الزراعه. ده مطلب من كل المزارعين يا باشمهندس عبد الستار. اكيد يا باشمهندس ان احنا عاوزين كل المزارعين يزرعوا لان ما هو ده دور البحث العلمي ودور مركز بحوث زراعيه. يعني لقوا ان الزراعه على مساطر هي افضل الطرق. اصناف بتفرع من تحت بيديك انتاجيه عاليه بيوفر ميه بيوفر تقاوي وخدمه وكل حاجه. ف كل المزارعين بقى يزرعوا. ما هو ده دور البحث العلمي ودور مركز البحوث الزراعيه. وعلى فكره الحمله القوميه 90 او 95% من اعضائها من مركز البحوث الزراعيه. من بقول لحضرتك في عضو من الوقايه من الامراض من المحاصيل من الحشائش. لا هي منظومه
منظومه كامله ان شاء الله. الحمله القوميه الحقيقه فعلا ثبتت نجاحها يعني على مدار الاعوام السابقه، كل سنه بنلاقي فيه انجاز، كل سنه بنلاقي فيه نجاح اكتر لهذه الحمله. طيب ما فيش مشاكل ظاهره بالنسبه للقمح عندنا، وان شاء الله وان شاء الله الموسم يعدي على خير، وان شاء الله يكون في اعلى انتاجيه باذن الله بالنسبه لمحصول القمح. طيب خليني ارجع للدكتور احمد، نتكلم بقى على المجازر. طبعا المجازر يعني مهمتكم الاشراف عليها، هل عدد المجازر في اسكندريه الاول كام؟ احنا عندنا فندم 4 مجازر، 2 حكومي و2 قطاع خاص. فيهم مجازر آليه؟ المجزر الآلي بالعمريه ده المجزر الآلي، ده المجزر الرئيسي، ده المجزر الوحيد، ده المجزر الرئيسي، ده المجزر الرئيسي في اسكندريه، والمجزر يعتبر نمره 2 بعد مجزر البساتين، او يعني شبيهه، لان نفس الشركه اللي عملته هي واحده. المجزر، هل 4 مجازر كافيه يا دكتور احمد؟ حاليا كافيه، حاليا كافيه، لان عدد الذبائح دلوقتي قلت بكتير، وبعدين المجزر الآلي طاقته عاليه. بالنسبه للمجزر الآلي ده تم طاقته كم حيوان يوميا مثلا؟ لا ما ممكن اوصل ل 500 حيوان في اليوم، ممكن اعدي كمان. المجزر الآلي تم افتتاحه سنه 85، يعني بقى له 30 سنه شغال، فبدا عمره الافتراضي يقل معايا، واخد بالك؟ بدانا نعمل له تطوير للبنيه الاساسيه، جزء من المجزر مش كله حسب الامكانيات اللي كانت قدامنا السنه اللي فاتت. ولكن في تقارير من الرقابه الاداريه لفت على المجازر كلها على مستوى الجمهوريه، ووجدت ان المجازر يعني في تقصير فيها من ناحيه البنيه الاساسيه والمعدات، ورفعت تقريرها السيد الرئيس، والسيد الرئيس شكل اللجان من القوات المسلحه على مستوى الجمهوريه، لفت المجازر بتاع الجمهوريه كلها، وادت توصيات بتطوير بعض المجازر، وبدات بالفعل بمجزر البساتين، واحنا هنبقى نمره 2 ان شاء الله بعد مجزر البساتين. هم جم عندنا في المجزر الالي وعملوا تقرير شامل، جت لجنه كبيره جدا من القوات المسلحه، عملوا تقرير شامل على المجزر، وان شاء الله هيبدا التطوير، لانه فعلا محتاج المعدات طبعا بقى لها 30 سنه. العمال عندنا اللي بيخرج معاش ما بيجيش غيره، العمال عندنا نقص جدا، الامن عندنا مفيش امن في المجزر تماما. في المجزر الآلي؟ الامن ما احنا برضه هنرجع نقول بعد الثوره برضه كان عندنا قبل الثوره امن ونقطه شرطه، بعد الثوره ما فيش، احنا دلوقتي غفر يا فندم خلاص هم اللي قاعدين. ما احنا هنبدا بقى نطور بقى، هنبدا نطور ونشكل، ترجع لنقطه الشرطه تاني ان شاء الله، ويرجع الامن المجزر تاني ان شاء الله، كل ده بنبدا ان شاء الله السنه دي في المواضيع دي. بالنسبه للمجازر اليدويه عندنا مجزر يدوي حكومي، وده مجزر يعني احنا بنطوره شويه عشان هو يدوي مش محتاج حاجات عاليه قوي، وفي 2 مجزرين قطاع خاص، ولكن احنا اللي بنشرف عليهم، يعني احنا فنيا وبيطريا احنا اللي بنشرف عليهم، ولكن تطويرهم وشغلهم تبع اصحابهم. طيب المشكله على فكره في المجازر ان في جزء منها ان هي بتتبع لجهتين، صح؟ ايوه فندم، الاداره المحليه بالنسبه أيوة للانشاء، هي ملك للاداره المحليه، ملك المحافظه، لكن ولكن في مجلس اداره للبيطري او انتوا بتشرفوا بس إشراف. في مجلس اداره بيدير المجزر الالي، مجلس اداره ده رئيسه وهو مدير مديريه الطب البيطري، وبيبقى في عضو منه رئيس حي العمريه، مدير مديريه الزراعه. بس دي مش تبقى مشكله في المجزر اما يبقى في ادارتين مسؤولين عن المجزر؟ لا، المحافظه لا تتدخل في اداره المجزر، هي مشكله المجلس الاداره هو اللي بيديره، ولكن هي بس يعني الايرادات بس، وان كان في ايرادات بتروح لها، انما هي ما تتدخلش في الاداره، الايرادات والبنيه واي شيء المفروض عاوز مجلس الاداره هو اللي بيعمل ده كله فعلا. طبعا بموافقه المحافظه، لازم اي حاجه تبقى بموافقه المحافظه، لان هي الجهه المالكه. يعني حضرتك شايف ان ده ما فيهوش مشكله ان مجزر يتبع جهتين؟ هو مش يتبع جهتين، هو له مجلس اداره، ولكن بيعتمد مجلس اداره بيعتمد من المحافظه، والمحافظه متعاونه في الموضوع ده، ما بتحطش اي معوقات لمجلس الاداره، لان ده المجزر الاساسي في اسكندريه ويهمها انه يكون على اعلى مستوى. طيب ما فيش نقاط ذبيح؟ يعني 4 مجازر حضرتك بتقول لي في اسكندريه بالكامل، ما هو ممكن تكون بعض المجازر بعيده عن المربي، يعني يبقى صعب ان هو يوصل للمجزر. طب هو يعمل ايه؟ هو الاربع مجازر متوزعين، وبالتالي يضطر يتبع خارج المجزر ويعرض نفسه للمشكله ويعرض نفسه للمجزر. هو الاربع مجازر متوزعين على خريطه اسكندريه يغطوها، يعني قريبه من كل المربين تقريبا تقريبا. وفي مجزر احتمال يعني يتبني، لسه في واحد مقدم ان هو يعمل مجزر،
احتمال يتبني في منطقه برج العرب، ولسه مقدم ولسه في معاينات واحتمال يتبني في منطقه برج العرب. في مجزر النبريه بيخدم منطقه العمريه، المجزر اللي موجود في النبريه بيخدم منطقة، بس منطقه مجزر النبريه لا يتبع اسكندريه. النبريه ايوه انا بقول يعني هو بيخدم يخدم بيخدم منطقه العمريه. ما في المال الالي، ما في العمريه الالي نفسه في العمريه. طيب نتكلم بقى على المشكله الكبيره، التعدي على الاراضي الزراعيه. قول لي ايه الاخبار؟ اخبار انا قلت لحضرتك باختصار اكيد اخبار مش كويسه. لا اخبار ان شاء الله تكون كويسه بالنسبه لعادات الحل. هي مش كويسه طبعا، لكن كويسه طبعا انها جابت. اخبار مش كويسه في جميع المحافظات بس كويسه انها جابت الحالات دي، يعني كمجهود الناس اللي اشتغلت في حمايه الاراضي. بالنسبه للعدد الحالات اللي موجوده في 24190 حاله، المساحه بتاعتهم 1434 حاله، 1434 فدان. ده الكلام ده من 25/1/2011 حتى 28/12/2015. حالات التعدي، عدد الحالات اللي تم تنفيذها 2193 حاله بمساحه 305 فدان. مع العلم اللي زي ما قلت لسعادتك في الاول ان السنه الاخيره دي لوحدها كان في 209 فدان، يعني اكتر، والثلاث سنين اللي قبل كده كان في حوالي 100 فدان. يعني لو بصينا بالحاكم هنلاقي ان الامن الحمد لله طبعا الامن بيرجع بدا يستمر وبدات الدوله بترجع مره ثانيه. ده اللي انا احب اقول اشيده ان النقطه الحمد لله في السنه الاخيره زي ما زدنا في الامن يزيد هذا المعدل ان شاء الله يعني. ان شاء الله باذن الله. لكن هي كظاهره عامه لانها برضه نسبه غير مرضيه لسه، ظاهره عامه بالنسبه للاخوه اللي هم بيبنوا على. طب هل بيتم ازاله ولا هدم؟ ده بيتم ازاله حضرتك، ازاله بيتم ازاله للاسوار كهدم بيوت دي الشرطه. لا التعديات، ما التعديات بتتم يعني بتنتهي. حال بس بتزيل بس الاسوار؟ لا يعني مثلا في تعدي هو ما انت بتاخده في ان شاء الله، يعني بتحاول تلحق الحاله في بدايتها. الاسوار جاب طوب واسمنت وبدا، فبتعدي الحاله بتروح شايله الاسوار اللي موجوده. لو في مبنى مخالف بتشيله، لو في مزرعه مخالفه بتشيلها، واخد بال حضرتك؟ ولو اتكرر بيتعمل له محضر تاني. يعني هو هنا وبعدين المحاضر قاسيه دلوقتي، يعني دلوقتي بردك المحاضر بتبقى قاسيه بالنسبه للمزارعين. احنا بننشد الاخوه المزارعين اللي احنا في طرق علشان تحصل على ترخيص للمبنى او للانتاج الحيواني، انك انت تسلك الطريق المباشر. قدم في المديريه، روح المديريه، مديريه الزراعه او اي اربع ادارات التابعين ده في اسكندريه او قطاع مريوط او النهضه وبتقدم. في بعض الحاجات اللي بتبقى موجوده وان شاء الله هتتحل في القريب العاجل، اللي هي بعض المعوقات منها موافقه الجهه المالكه. فانا برضك بنشد اخواتنا اللي هم في مريوط واللي في النهضه علشان لازم موافقه الجهه المالكه للارض اللي هي بايعها لك، سواء شركه النهضه او الهيئه العامه او شركه مريوط. فده شرط اساسي، من غيره مش هنقدر نعمل اي ترخيص للمباني، ودي معظم المشاكل او معظم الحاجات طبعا ده كلام اللي معطله. ده كلام طبيعي اصدار التراخيص. لكن مش معنى ان التراخيص متعطله اللي احنا ناخدها بقى يعني. لا، نرجو من الجميع الالتزام، لان زي ما الدكتور حامد قال ان احنا والاستاذ احمد البنا قال برضك اللي احنا محتاجين لكل الشغل ارض زراعيه. طيب ما نفرطش في ارض زراعيه. طب بالنسبه لمزارع الدواجن بقى المخالفه، المزارع الدواجن المخالفه بتعملوا فيها ايه؟ ما هو حضرتك يعني منشأة؟ طبعا. طيب يعني مزرعة منشأة للدواجن موجودة؟ هم خلف مش موجودة في اسكندرية؟ اللي ما حصلش ما شفتش يعني حضرتك بالنسبة للمزارع الدواجن اللي موجودة مفيش مزارع دواجن مخالفة في اسكندرية على الإطلاق؟ لا ما أكيد فيه، ما أنا بقول لحضرتك، أنا عايز أقول لحضرتك إن في مزرعة دواجن مخالفة. يعني إيه مخالفة لشلت؟ النهاردة الطب البيطري يعني بنى على أرض زراعية وعمل مزرعة دواجن وعمل مزرعة دواجن مفيش مخالفة طبعا وبعد وقائي وبعد الأمن طبعا. ده النهاردة حضرتك قبل ما بيطلع اي ترخيص لاي مزرعه لازم شوف الامن الحمد. بقول لحضرتك مخالف. لا ده بيتزال حضرتك، ده مزرعه ومخالفه بيتزال بيتعمل له محضر وبيتخالف. لا يعني اتزال يعني عندك بيانات بيها، عندك حالات تم ازالتها ولا حاجه يعني لازم يعني حضرتك. لا بقول لحضرتك هي قبل ما بيشتغل بتكون اتزالت، قبل ما يبني ويشتغل بتكون اتزالت. يعني اكيد مفيش مزارع دواجن مخالفه في اسكندريه. لا دي انا لان الاحصاء المفروض يكون موجود عندكم. ما انا بقول لحضرتك موجود عندي، الاحصاء اللي موجود عندي اللي بقوله لحضرتك ده اللي في حمايه. طب عدد مزارع الدواجن الموجوده المصرح لها بالاقامه
دي موجوده في الانتاج الحيواني، ودي حقيقه مش يعني انا مش موجود معايا البيان بتاع الخاص بالانتاج الحيواني، لان زي ما اقول لحضرتك الكلام ده اللي يرد عليه دكتور مصطفى كويس احسن مني وافضل مني، لكن انا الحاجات الحيويه اللي جبتها اللي انا اتناقش مع حضرتك فيها. لكن بالنسبه للجزء الخاص بالانتاج الحيواني ما اقدرش اقول لحضرتك اعداد بالظبط، لان انا ملتزم بالبيانات اللي جاي اللي خدتها من المديريه. لكن انا عايز اقول لسعادتك ان بالنسبه لمزارع الانتاج الحيواني اللي موجوده في اسكندريه والثروه الحيوانيه اللي موجوده في اسكندريه تشرف اي حد. ولو حضرتك بعت قناه مصر الزراعيه وتشوف المزارع اللي موجوده عند المربيين العاديين والناس اللي موجوده، هتحس ان الثروه الحيوانيه في العمريه بالذات نتمنى لا موجوده بمنظر حاجه تنافس اللي موجود في اوروبا. يعني في مش عايز اذكر اسماء موجود في علشان احنا على الهواء مباشره، لكن بعض المزارع اللي موجوده تشرفنا كمديريه زراعه وتشرفنا كانتاج حيواني وتشرف وزاره الزراعه. ودولت ناس مستثمرين وعرب ومصريين وهم اللي عاملين المشاريع دي. المشاريع دي بتساعد كبير في سد الفجوه الغذائيه اللي موجوده بين الاستهلاك وبين الانتاج. فان شاء الله يعني، لكن بالنسبه للبيانات اللي هي كارقام موجوده دي انا ما اقدرش اطلع بيان خاطئ. فانا بقول لحضرتك انا ملتزم بحته البيانات اللي موجوده معايا. وهو بقى ظروف الدكتور مصطفى ان هو كان هيرد على الكلام ده، لكن ظروف الدكتور مصطفى انه ما كانش موجود وما جاليش بيان خاص بالانتاج. يعني عموما بس ان احنا مش عاوزين مخالفات سواء كان تعدي على الاراضي لا اي حاجه قامت مزارع دواج المخالفه. لا ده المزارع المخالفه للانفلونزا تشو، انت حضرتك اتكلمت مع الدكتور في موضوع الانفلونزا تشو ده بالذات، يعني تالي حته الدواجن دي يعني قبل علامات يعني لازم يكون فيها حل جذري بيبقى يعني الدواجن بالذات طبعا. موضوع الانفلونزا تشو والمشاكل اللي موجوده فيه، دور في الارشاد البيطري طبعا احنا عندنا اداره خاصه بالارشاد وبتقوم بدورها وبتعمل حملات توعيه بالنسبه لل وخصوصا قبل حملات التحصينات، بتنزل قبل التحصينات وبتعمل حملات توعيه وبتقول مواعيد التحصينات عشان خاطر المربين يلتزموا بالتحصين ضد الامراض. انتوا بتشاركوا في هذه الندوات او الدورات ولا دي خاصه بس اداره الارشاد؟ باداره الارشاد لو حبوا يستعينوا باي طبيب يعني بقى كاداره مسؤوله عن الصحه العامه والمجازر، اعتقد برضه ليكوا دور ارشادي مهم. لو حبوا يستعينوا باي دكتور عندنا بيطلع معاهم مديريه الزراعه في اسكندريه، الارشاد الزراعه في اسكندريه والارشاد البيطري في تعاون مديريه في تعاون مشترك وبرنامج وبيتوزع شهريا على الاماكن. يعني في تعاون مشترك بين الارشاد البيطري والارشاد الزراعي وفي مجال الثروه الحيوانيه، وبيتوزع على الكرة اللي موجوده شهري. ده حضرتك يا باشمهندس ده بيوصل لي انا في اداره العمليه الزراعيه وبوزعه على قسم الانتاج الحيواني وقسم الارشاد الزراعي، وبيبقى جاي من اداره الطب البيطري الارشاد البيطري اللي جايه من مديريه الطب البيطري من اسكندريه. طيب يعني الحقيقه يعني نتمنى ان شاء الله في اللقاءات القادمه يكون في اخبار يعني سعيده واخبار مبشره للمزارع في اسكندريه، وبتمنى لحضراتكم التوفيق. للاسف الحلقه سريعه معكم. في نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين لا يسعني الا ان اتقدم بجزيل الشكر للسيد المهندس ستار الشنواني مدير اداره العمريه الزراعيه بالاسكندريه. بشكر حضرتك. احنا بنشكر سعادتك بصراحه، ويعني سعدة ببرنامج حضرتك واسكندريه كلها يمكن يعني على اتصال بحضرتك باستمرار، وبنقل لحضرتك وللاخوه المشاهدين اعتذار الدكتور مصطفى علشان يعني ما فيش كان في ظروف خارجه عن وايضا الشكر للسيد الدكتور احمد عبد الجليل مدير عام الصحه العامه والمجازر بالاسكندريه. بشكر حضرتك دكتور. الشكر يا فندم، دي اول مره اتقابل مع حضرتك هنا في البرنامج ده. شكرا يا فندم. يعني بالنسبه لبرنامج صوت الفلاح اعزائي المشاهدين، معلش استحملونا الاسبوع الجاي هنتوقف، يعني هنطلع يومي الثلاثاء والاربعاء فقط، لان احنا ان شاء الله خلال الاسبوع الجاي بصدد تفكير لعمل برنامج جديد. انا مش هبعد عنكم كتير، لكن بس الاسبوع الجاي ان شاء الله هيبقى في برنامج جديد. عاوزين بقى نظهر الايجابيات اللي موجوده في مجتمعنا، اللي موجوده في وزاره الزراعه، الانجازات اللي بتحصل. مش كل اللي احنا بنتكلم فيه فقط سلبيات، مش كله مشاكل، لا عندنا طاقات مضيئة، عندنا يعني إنجازات رائعة إن شاء الله هنبرزها في برنامج جديد بمشيئة الله. بشكركم أعزائي المشاهدين على كرم المتابعة، والشكر أيضا لكل فريق العمل في هذا البرنامج. اللهم احفظ مصر من الفتن
ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بمصر سوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره. اللهم أمين. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة في الأسبوع القادم، لكم مني حامد عبد الدايم أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.